بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قالوا الشيطان ذكي جدا، فيوسوس للإنسان أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يبتدع، فإذا رآه على سنة وسوس له أن يرتكب كبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له أن يرتكب صغيرة، فإذا رآه على ورع وسوس له بالمباحات أن ينغمس فيها، فإذا رآه على زهد بقي ورقة رابحة بيده، وسوس له أن يتحرش المؤمنين. فبين كفر وشرك وابتداع وكبيرة وصغيرة والغرق في المباحات ثم التحريش بين المؤمنين، لكن الحقيقة الثابتة أنك إذا سرت على طريق عريض وعن اليمين واد سحيق، ما هي الصغيرة؟ أن تحرك المقود سنتيمتر نحو اليمين، فإذا ثبت هذا السنتي المصير إلى الوادي، مع أن التحريك طفيف، لكن هذا التحريك الطفيف إذا ثبت قادني إلى الوادي. ما هي الكبيرة؟ تحريك 90 درجة فجأة على الوادي. السنتي صغيرة. لذلك من أدق الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صغيرة مع الإصرار، يعني الصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت كبيرة، أما الكبيرة تهلك فورا، أما الصغيرة تهلك بعد حين. لذلك من صفات المؤمن أنه لا يصر على ذنب، والدليل أن الله عز وجل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لو أن الإنسان لم يرتكب جريمة ولم يشرب الخمر ولم يزني ولم يسرق، لكن هناك من الذنوب ما لا يعد ولا يحصى، هذه إذا اجتمعت على الرجل تهلكه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، ولعلي وضعت يدي على مشكلة العالم الإسلامي، يعني في الأعم الأغلب هؤلاء المسلمون في شتى أقطارهم، يعني القتل منهم قليلون جدا، أن يقتل، أن يزني، أن يشرب الخمر، أن يسرق، لكن محقرات الذنوب كثيرا ما يفعلونها. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا طعامهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. العود وحده لا ينضج طبخا، ولكن الأعواد إذا اجتمعت تكون نارا عظيمة. هذه مشكلة المسلمين. الكبائر تركها على شيء من الخوف من الله، لكن الصغائر فعلها وأصر عليها فكانت حجابا بينه وبين الله. لو أن خط كهرباء انقطع، مربوط بهذا الخط آلات كثيرة، ثلاجة ومكيف وسخان وما إلى ذلك، لو أنه انقطع لمتر أو انقطع لمليمتر، انقطع صحيح الأثر واحد، انقطع لمتر أو لمليمتر. فالإنسان سواء حجب عن الله بجريمة ارتكبها أو بسرقة سرقها أو بزنا اقترفه أو حجب عن الله بغيبة أو نميمة، النهاية أنه حجب. لذلك أثر محقرات الذنوب كأثر كبائر الذنوب في النهاية هو محجوب. بس لي تعليق لطيف، إن الإنسان أيعقل أن يحجب عن الله لبضعة ذنوب صغيرة؟ يعني إذا كان محجوبا فليحجب بالكبائر لا بالصغائر، يحجب بالصغائر وبإمكانه أن يتلافاها. هناك من يصافح، هناك من يملأ عينيه من الحرام، هناك من يسهر يتكلم عن الناس كلاما غير منضبط، يقول لك ماذا فعلت؟ أنا لم أزني ولم أسرق ولم أرتكب فاحشة.
هذا الذي قلته في هذه السهرة هو مجموعة ذنوب كبيرة جدا، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يزول ذلك بالاستغفار؟ ما هو علاج هذه الحال؟ لا بد من الاستغفار والإقلاع والعزم ألا أعود إلى هذا الذنب. لكن هذا الذي يقول أنا كلما جلست في جلسة وارتكبت أخطاء أستغفر وأستغفر، هذا كالمستهزئ بربه، يعني مشكلة كبيرة. يعني عندما يعزم على ذلك، حينما يعزم على أن يعاود الذنب ثم يستغفر، هذا يستهزئ بالله عز وجل. أما حينما أقع بالذنب عن غير قصد مني أستغفر فيغفر الله لي، أما حينما أعزم على أن أستغفر من الذنب نفسه كل حين، فهذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم، يتوبون. كلمة من قريب دقيقة جدا. العلماء قالوا لا بد من أن تتوب من ذنبك، فإذا أخرت التوبة ساعة لا بد من أن تتوب من ذنب آخر وهو تأخير التوبة. لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم، هل بمجرد أن يقول المؤمن أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يكون قد تاب من ذنبه؟ بقلب حاضر. نعم، هو له أن يقول ما شاء بلسانه، أما لا يقبل الله توبته بلسانه إلا بقلب خاشع. نعم، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر. نعم، هذا شيء صحيح وهو كلام النبي ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الكفارة لما بينهن. نعم، هل تكفر الذنوب التي بين الصلاتين؟ بين الصلاتين، ولكن وبين الجمعتين وبين الصيامين. نعم، ولكن المرء لا يقصد أن يتوب بين الصلاتين. لو لم يتوب، لو لم يتوب حينما يؤدي الصلاة التالية. نعم، ويستغفر الله من ذنب وقع قبل الصلاة، فالصلاة التالية كفارة لما بين الصلاتين، ما لم ترتكب الكبائر وما لم يعزم المسلم على أن يعيد الذنب كل مرة ويستغفر منه، قد يقع به مرة ثانية عن غير قصد. نعم، أما حينما ينوي أن يعاود الذنب مع الاستغفار فالله عز وجل لا يقبل هذا الاستغفار، إنه استهزاء بالله عز وجل. التائب من الذنب كمن لا ذنب له هي الذنوب الصغيرة؟ لا، مطلق الذنب هنا. مطلق الذنب. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، والتائب حبيب الله، يعني التائب حقق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، خلقه ليرحمه، فإذا قبل هذا الإنسان رحمة الله عز وجل فكأنه حقق الهدف من خلق الإنسان. يعني الله عز وجل خلقنا ليسعدنا وليرحمنا وليعطينا ولينعم علينا، فالذي يقبل عطاء الله ورحمته وإنعامه وكرمه فقد حقق الهدف من خلقه. لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد، أفرح. يجب أن تعلم علم اليقين أنك إذا تبت إلى الله فرح الله بك. أنت ترى قلب الأم، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ يعني هناك قصص إن شاء الله سأرويها في حلقات لاحقة، كيف أن الأم هذا المخلوق الذي يعد قلبها آية من آيات الله الدالة على عظمته. النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تخبز في التنور، وإلى جانب التنور ابنها الصغير، كلما وضعت رغيفا في التنور ضمته وقبلته وشمته. مر سيدنا موسى، هكذا تروي الكتب. نعم، قال: يا رب ما هذه الرحمة؟ قال: يا موسى هذه رحمتي أودعتها في الأم وسأنزعها منها. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم وبكى ابنها ألقته في التنور. يقول عليه الصلاة والسلام: رأى امرأة تقبل ولدها، قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أنا حينما أعرف رحمة الله عز وجل وأنه يحبني إذا تبت إليه ويفرح بي، فلا بد من أن أبادر إلى التوبة. يعني أنا أريد أن أقول أن محقرات الذنوب تهلك صاحبها، وهذه مشكلات المسلمين في العالم الإسلامي. يعني قلما يقع المسلم
الذي على شيء من الالتزام بكبيرة، لكن الصغائر كثيرة جدا في حياته، ونتيجة الصغيرة كالكبيرة أنها تحجب عن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، يعني لن يكون في العالم الإسلامي عبادة أوثان، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الشيطان يرضى أن تقع بالصغائر لأنها تحجبك عن الله عز وجل، هي حقيقة مسلم بها في الطريق إلى الله. الذنب يحجب، أما حينما تمشي في طريق الإيمان أسعد شيء في حياتك هذا الإقبال على الله والاتصال به، فحينما تحجب معنى ذلك هناك ذنب أصبته.